شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الأربعاء مجموعة من الأخبار المهمة، نبدأها بخبر صار للمستثمرين، حيث قررت الحكومة تحصيل رسوم تشغيل المصانع بدلا من سنة واحدة لتصبح 3 أو 5 سنوات. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بانخفاض جماعي للمؤشرات وسط تداولات تجاوزت 1 مليار جنيه. تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية بين المواطنين مستوى 2,335 جنيها.